ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لعرض الميزانية العامة للدولة لسنتين الماليتين 2023-2024 والتوافقات التي تم التوصل إليها بين ممثلي السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن الجهود التي تم بذلها خلال بحث مشروع الميزانية العامة بينت الحرص المشترك بين السلطتين لتحقيق الأفضل للوطن والمواطن. وأعرب معالي عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ودورهم الكبير في مناقشة مشروع الميزانية العامة. من جانبه أكد سعادة السيد خالد حسين المصفطي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية أن الاجتماع عرض ما تم بذله من جهود خلال الفترة الماضية لمناقشة مشروع الميزانية العامة بكل شفافية وإتاحة الفرصة كاملة للاطلاع على تفاصيل الاجتماعات المشتركة التي عقدت بين السلطتين. بعدها عرض سعادة السيد رضا فرج نائب رئيس اللجنة المالية أهداف الميزانية العامة والتي أكدت على أهمية برنامج التوازن المالي ورفع المستوى المعيشي للمواطنين وخلق وظائف جديدة للمواطنين. ثم قدم سعادة العضو بسام إسماعيل البن محمد عرضا حول تفاصيل المشاريع التي تضمنتها الميزانية العامة حيث شملت المشاريع كافة القطاعات ومن بينها الإسكان والبناء التحتية. لقد أطلعتنا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على الميزانية العامة المالية للدولة للسنتين 2023-2024، كما أوضحت إلينا تفاصيل الإيرادات والمصروفات وشرحت لنا كل التوافقات التي تمت من خلال اجتماعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكيف ستتم هذه الآلية لتطبيق هذه التوافقات. تم يعني شرح التوافقات ما بين الحكومة والسلطة التشريعية وتبينت كل الأمور إن شاء الله إيجابية، وأنا يعني جدا يعني متفائل لأن اليوم الشرح كان وافي وأعتقد أن كل التوافقات تصب في مصلحة المواطن والوطن.